حياكم الله زملاء في الاستديو. طبعا انا متواجد في الحي الثقافي كتارة، واليوم يسعدنا ويشرفنا زيارة عدد كبير من ابناء دول مجلس التعاون وبالاخص من سلطنة عمان الشقيقة. نتعرف على اخواننا من سلطنة عمان ونشوف انطباعهم ومشاركتهم لنا ايضا في افراحنا في اليوم الوطني. حياك الله يا اخي. حياكم الكريم. نتعرف عليك. معاذ البطاشي من مسقط كريمة. يا مرحبتين. حياكم الله الكريم. معاذ، كل اليوم وانت ترى هذه الاحتفالات وترى ايضا ابناء مجلس التعاون، الاخوان العمانيين، الاخوان الكويتيين وبعض ايضا ابناء دول مجلس التعاون في هذا الاحتفال اللي اكيد كلنا نفخر فيه كخليجيين، ايش تبي تقول في هذا اليوم؟ ارفع عزمات تهاني وتبريكات مقام السامي السيد تميم والشعب القطري، واتمنى لهم وحده اجتماعيه جميله مع اخوانهم مجلس التعاون العمانيين والدول العزيزه الشقيقه. شكرا لك اخوي معاذ. ايضا نتعرف عليك يا اخي الكريم. معكم غسان البطاشي، غسان البطاشي من عمان، سلطنه عمان. نعم اخوي غسان، كيف شفت الاحتفالات وكيف شفت اهل قطر ومقيمين قطر معكم في هذه الاحتفالات؟ والله كانت الاحتفالات جميله جدا من الصباح الى كل اليوم، يعني احتفالات شعبيه، مسيرات من مسابقات ثقافيه في كل الاماكن، سوق واقف واللؤلؤ. وين رحتوا غير كتارة؟ رحنا سوق واقف، كتارة، بعد اللؤلؤ. نعم. ايضا احد اخواننا من سلطنه عمان الشقيقه، واحنا نتشرف كقطريين بكل زوار دولتنا الحبيبه قطر وفي يوم مميز من ايامنا الوطنيه. تعرف عليك اخي الكريم. فهد سالم، طبعا انا من قريه عمان، صحفي في قريه عمان. نعم. طيب كيف شفت الاجواء في اليوم الوطني 18 ديسمبر؟ بلا شك ان هذا يشكل لحمه قبل ان تكون قطريه، هي لحمه خليجيه بامتياز. طبعا احنا جينا خصيصا للمشاركه اهلنا في قطر، ومن هذا طبعا عبر قناه قطر انا ارفع اسماء التهاني للشيخ تميم بن حمد والوالد الامير حمد بهذه المناسبه الكبيره لاهلنا في قطر وفي دول مجلس التعاون. بلا شك فعاليات رائعه جدا، استمتعنا مساء امس من الصباح وحتى مساء متاخر امس، فعاليات متنوعه شكلت يعني لحمه جميله من الفعاليات المتنوعه. حضرتوا المسير؟ بالفعل حضرنا امس وكانت يعني مسير في قمه الروعه واستمتعنا بهذا. نعم بارك الله فيكم واحنا نتشرف فيكم، وايضا نتمنى نشوفكم ايضا في ايام قادمه باذن الله في بلدكم الثاني قطر. شكرا. واحنا ما شاء الله يعني باستمرار على بشكل سنوي عده مرات نزور الدوحه وهي دوحه الخير للجميع. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. خلوني ايضا انتقل واشوف فعلا يعني اليوم الزوار في هذا المكان. خلوني اشوف احد الاشخاص اللي جمع عائلته، مساك الله بالخير، قواك الله، الله يبارك فيك. يا مرحبا. ايام وطنيه جميله، احتفالات جميله، ايضا ابنائنا واطفالنا مستمتعين، ايش تبي تقول؟ اولا مبارك على الشعب القطري وعلى سمو الامير، سمو الامير الوالد والمقيمين، وابشروا بالعيش بالخير ان شاء الله. نعم. الله يبارك فيك. سبب. بارك الله فيك. انا ابغى الصغيرات، تعالي تعالي. شو اسمك؟ تمين تقولين حق قطر؟ انا احب قطر عشان شيخ تميم. بارك الله فيك. وانت شو اسمك انت؟ ها؟ تبين تقولين حق قطر؟ كلنا قطر، كلنا تميم. تلقنها تلقنها اكيد. بارك الله فيهم. خلوني بعد اشوف ايضا احد المتواجدين في كتار. انا ودي فعلا اني التقي مع العدد الاكبر من زوار كتارة، يمكن البعض يكون مشغول شوي، لكن انا ودي بكلمه منك. ما تبي؟ ما يبي؟ طبعا اعزائي المشاهدين ومتابعينا، خلوني اشوف هذا الطفل، خلوني اشوف هذا الطفل اللي لابس البدله العسكريه اليوم. تعال 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 تعال. شو اسمك؟ غانم. ايش تبي تقول حق قطر؟ كلنا قطر وكلنا تميم. كفو عليك، كفو. يعني شفنا ابنائنا اليوم متزينين خلوني اشوف احد ابناء
ايضا المقيمين، حياك الله، شلونك؟ الله يحييك، الحمد لله. ايش تبي تقول حق قطر؟ اولا احب اقوم بالتهنئه والتبريك لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وصاحب الشيخ الوالد الشيخ حمد بن حمد بن خليفه الثاني. ولقد كان اليوم الوطني حدث تاريخ في ظل هذا الحصار، شيء يعني يعتز ويفتخر به المواطنون والمقيمين. ايضا ان الاشياء اللي قامت هالسنه، يعني قام الشيخ تميم بزياره القبائل الناس والسلام عليهم، وايضا انت مبسوط؟ مبسوط، نعم مبسوط بهذا الجو في كتارة. كما ترون الفعاليات في كتارة، ندعوكم انتم المشاهدين لزيارة كتارة. بارك الله فيك، يعني كلام جميل من احد ابناء المقيمين. لكن ايضا نذكر مشاهدينا ومتابعينا ان هناك عروض في المسرح المكشوف، وايضا هناك نزول للمظليين للقوات المشتركة الخاصة المشتركة، وهناك أيضا عروض للطائرات، وهناك احتفالات في نقول هذا الموقع في كتارة، ولنا عودة لكم بإذن الله من خلال برنامج المسير.